السلام عليكم طفيلات، شحالكم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تعودوا بخير وعلى خير، وانتم تشاهدوا هذا الفيديو نهار جديد وفيديو جديد على القناه. نتمنى انه ينال اعجابكم. بغي نقول لكم طفيلات شكرا شكرا لكل وحده خلات لي تعليق، لكل وحده قبضت من وقتها وخلات لي تعليق زين. شكرا لتشجيعكم لي، شكرا لسؤالكم عني. سعيدة جدا عني عندي متتبعين كيفكم، ولو أن قناتي مازالت صغيرة في البداية، ولو أن متتبعيني مازالوا قليلين، غير سعيدة بكم وشكرا لكم. وهم طفيلات كيف العادة بديت معاكم الفيديو من الصباح. هو اللي نعدل لي بانكيك، وقلت نطرح لكم مكوناته. عندي كاس من دقيق عامر، عندي كاس من الحليب، عندي كوتشارتين من الزيت وكوتشارتين من السكر، عندي جوج بيضات وخميرة حمراء وفاني. صافي الطفيلات، اللي ندير كل شيء في الخلاط ومن بعد نبدا نطيب مباشره. وكيف شفت الطفيلات مقاديره ساهلين وبسيطه، وتحضر مولي بالعجله. المهم الطفيلات، انا هون نبغي نبدا معكم الفيديوهات من الصباح، لانني انا منين نعود نتفرج في فيديو نبغي نشوف يعني الروتين، ولا نبغي نشوف المقتطفات من النهار. لذا حتى انا كنشارك معكم من نهاري، ولا مقتطفات من نهاري، غير ضروري يعني نعود باديه معكم من ميدة الفطور. وهذا هو فطور الطفيلات، اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال. هون الطفيلات اللي نفطروا وله نمر اللي نمشي للبلاي، ندي التريز بحر شوي، بلاي مي بعيدة مني حدايا، نمشي نفوت ساعة ولا ساعتين ومن بعد نرجع للدار. هون الطفيلات خطيت باش نوجد المسائل اللي نحتاج، ولا اللي ندي معايا البلاي. كيف قلت لكم حدايا يعني ما نحتاج عني ندي معايا المسائل نمشي مثقله، هو اللي نحتاج الفوطه والكريمه ديال الشمس فقط، ومن بعد يرجع يدور في الدار. كيف تشوفوا الطفيلات، شاركت معكم شوية من جو البحر. صراحة كانت ريحة هذا النهار، غير الشمس كانت حار.
الغداء كيف تشوفوا، بما اننا مرقنا بكري يعني ما كاين الوقت باش نوجدوا الغداء. المهم طلبنا بيتزا، هون بيتزا ديال اتون على حساب تركه الصغار، وحنا البيتزا المفضله عندنا هي ديال الخضره. المهم غدا خفيف ظريف وبالعجله. وهون طفيلات عكف منينا تغدينا دوشنا واستراحنا الحمد لله. هون مارقين لين مشو نبدلو جو دار شوي نمرقو. باش نشربوا قهوه يا غير ضروري خاصني ندير دوره في المحلات نشوف شنو هو الجديد شنو هو اللي ضافوا، خصوصا بلاصه التركه الصغار ضروري عني نمشي نشوف الجديد عندهم. واحسن شي الطفيلات هما هذو المعقمات اللي حاطين المحلات تعقم يدك ملي تعودي داخله ومارك. وبغيت نشارك معكم هذو السوايع اللي كانوا معدلين فيهم تخفيض في الأثمنة، كانوا معدلين تخفيض 30% 40% إلى 50%. كيف تشوفوا ماركة توس وماركة كويس، صراحة سوايع زوينين وكانوا ناقصين صراحة بالأثمنة، أثمنة زينة ما شاء الله.
صافي الطفيلات، هون كان الحق وقت قهوتنا، قعدنا باش نشربوا القهوة. المهم هون يعود الفيديو قرب، والله لحقنا للنهاية. وهون طفيلات نعود لحقنا نهاية الفيديو، نشرب القهوة والكمامة مع دلتها ليدي. المهم طفيلات، نتمنى عنه فيديو اليوم يعود نال اعجابكم. ما تنساو لي تعليقاتكم، تشجيعاتكم، لايكاتكم والبارتاج للقناة. اللي اول مرة يزور قناتي ما تنساو تفعيل زر الجرس باش يتم يلحقكم كل جديد. وخليتكم فمان الله الى فيديو قادم ان شاء الله. باي باي.